نستقبل الدكتور محمد حافظ خبير السدود ونبدأ نتكلم عن موضوع سد النهضة، لأنه موضوع غاية في الأهمية. برحب بحضرتك يا دكتور، تحياتي وتحيات أحمد سميح معايا في الاستوديو. اهلا وسهلا بحضرتك، كيف الحال؟ كل سنه طيب. مساء الحمد الخير لله، دكتور، ازي وحضرتك حضرتك، طيب اخبارك ايه؟ وبخير. اهلا وسهلا. دكتور، حضرتك اطلعت على مقال الاستاذ الدكتور مدحت خفاجي وهو تحدث عن الاستفادة القصوى من حصة مصر في مياه النيل لتحقيق الأمن الغذائي المصري الكامل. الاستراتيجية التي يطرحها هذا المقال، هل هي ممكنة من حيث التحقيق على أرض الواقع بالفعل برأيك؟ أنا ما أكذبش عليك، أنا لم أطلع على هذه المقالة، ولكن تقريبا هو سمعت. بيتكلم عن من 5 ل 6 مليون فدان في الصعيد. أيوه، طب هيرويهم بإيه؟ في أزمة سد النهضة بقى. تقريبا أنا قريت كلام مشابه على الفيسبوك بيتكلم عن هذا الأمر، ولكن برضو لازم نرجع للفاندمنتال، لازم نرجع للأساسيات. أنت عايز تزرع 4 أو 5 أو 6 مليون فدان، السؤال الكبير ايوه، هتجيب لهم مية منين؟ هو بيقول اثناء الصيف على المياه الجوفيه الحاليه، يعني تشتغل عليهم ال5 أو ال7 مليون فدان دول، تشتغل عليهم في فتره الصيف وتستخدم المياه الجوفيه. هل عندنا مياه جوفيه تكفي؟ أولاً يعني المياه الجوفية لها مصدرين في مصر. مياه جوفية مصدرها النيل نفسه، فلو تأثرت التدفقات في النيل فالمياه الجوفية المرتبطة بالسطح المائي للنيل بتنخفض هي أيضاً. يعني هو حتى النهاردة، حتى قبل بدء سد النهضة، جميع الأماكن اللي هي يمين أو شرق وغرب مجرى النيل، واللي هي تبعد حوالي من كيلو لخمسة كيلو يمين وشمال مجرى النيل، المية الجوفية اوريدي انخفضت فيها حوالي 4 متر عن ما كانت عليه سنة 2015. ده بدون أي تأثيرات مباشرة حتى هذه اللحظة من سد النهضة على نهر النيل. طب أنت بعد سد النهضة لما يشتغل، وبعد ما يحدث التناقص في بحيرة ناصر، وبعد ان ينخفض منسوب الميه في مجرى النيل، عليه سينتج عن ذلك انخفاض مباشر لمنسوب المياه الجوفيه الحاليه اللي هو كان منخفض عن سنه 2015. وبالتالي ان انت مش هيبقى عندك مياه جوفيه من اللي هي مصدرها نهر النيل، فانت يعني هتجيب لها مياه منين؟ المصدر الثاني اللي هو المياه اللي هي الجوفيه العميقه اللي هي على بعد ما بين 800 ل 1250، واللي احنا شفناها لما كامل الوزير راح الفرافره وقال لك انا هسحب منها وكلام من ده، ومنذ ان ذهب كامل الوزير للفرافره وايام حسام مغازي وزير الري حسام مغازي، وقاموا بزرع عدد كبير من الآبار الجوفية التي تصل عمقها إلى حوالي 1250 متر، ثم تبين بعد ذلك بعد تشغيلها لفترة قصيرة جدا إن هم ما قدروش يشغلوها لفترات طويلة، لأن في مشكلة في موضوع إن قد إيه مية بتجيلك من خلال المسامية بتاعت الصخور وقد إيه مية أنت بتسحب، فلازم يكون في نوع من التوازن. فنتج عن ذلك انهيار او يعني فشل كبير لعدد كبير من الابار اللي هي اللي هو قام بيها حسام مغازي ما بين سنه 15 و16، واللي موجود دلوقتي منها بسيط جدا، ولولا ان في تدفقات حصلت على مدار ال4 5 سنين الماضيه في مفيد توشكا، ومن خلال مفيد توشكا المية انتشرت الجوفية وبدأت تغذي بعض المياه الجوفية العميقة زي نهر العظيم بتاع ليبيا وشرق العوينات عندنا وواحد باريس. المناطق دي يعني اتقنت المياه بسبب المياه اللي احنا رميناها في مفيد توشكا، فبدأت بعض من الآبار اللي كانت جافة سنة 17 و18 بسبب عدم وجود مياه بدأت النهاردة يوصل لها بعض المياه، ولكن هذا كله يعتبر أمر سنوي بحت لا يمكن الاعتماد عليه.
لسبب ان انت تسحب واحد متر مكعب من المياه الجوفيه من عمق 1250 متر وتطلعها لسطح الارض علشان ترويها، هل تتخيل قد ايه كهرباء انت محتاج؟ فهتلاقي ان المتر المكعب بيكلفك مياه مبلغ كبير جدا، قد يكون معقول في حاله ان انت تستفيد منه عشان تشرب، انما علشان تروي بيه لا، ده هيكلفك كميه كهرباء كتيره جدا جدا. لذلك اعتقد الكلام بان الاستغلال المياه الجوفيه يبدو ان الكاتب نفسه يعني غير مدرك تماما من اين تاتي المياه الجوفيه في مصر وما هي معادلات. طب خلينا يا فندم برضو عشان نحط كلام الدكتور مدحت في نصابه عشان يبقى قلنا كلامه مظبوط، وهو بيتكلم عن الاستراتيجيه اللي هو بيقترحها، هي راي من 5 ل7 مليون فدان في الدلتا والصعيد، وبيتكلم ان ده يتم اثناء الصيف على المياه الجوفيه الصالحه في هذه الاراضي، واخذ ما كان سيروى به تلك الاراضي اثناء الصيف اللي هو بيقدر ب 35 مليار متر مكعب من المياه عشان نزرع بيهم 15 مليون فدان جديده في الساحل الشمالي زرعه واحده صيفا. سئل عن موضوع الساحل الشمالي قال لان الجو ابرد واستهلاكه للمياه الري بيكون اقل. بالتاكيد المياه الجوفيه الطبيعيه اللي هي على اعماق لا تزيد عن 20 او 25 متر في الساحل الشمالي، وده الكلام كان قاله وزير الاسكان السابق حسب الله كفراوي، تكفي ان احنا نزرع كميات او مساحات من الافدنه لفتره او لموسم واحد، وخاصه في موسم الشتاء مش في موسم الصيف، في موسم الشتاء. وزي ما كان الرومان زمان بيستخدموا الساحل الشمالي في ان هم بمنطقه الضبعه والحمام في ان هم يزرعوا لموسم واحد قمح على استخدام مياه الامطار، وان الندى او الرطوبه الموجوده ده موجود في التاريخ المصري بشكل قوي. فممكن ده ممكن، ولكن موسم واحد وفي الشتاء وليس في الصيف. انما ان انت تكلمني على 15 مليون فدان او 7 مليون فدان في الصعيد، واشمعنى فتره الصيف؟ يعني اشمعنى فتره الصيف؟ انت عندك في فتره الصيف اللي هو بتبدا من اغسطس لغايه اكتوبر، المفروض ان انت بيجي لك الفيضان علشان يملى بحيره ناصر، وبعد كده بتطلع الميه عندك بالقطاره لان انت تروي كل اراضي مصر على مدار السنه مش فقط لفتره الصيف. وهذا الكلام ده حتى سنه 23، سنه 24 بعد الملء الخامس اعتقد هتكون فيه هيدرولوجيا يعني هيدروليك جديد للمنطقه او للدوله المصريه اللي هي ما بعد بحيره ناصر. لذلك اعتقد دكتور محمد، يعني في سؤال هنا في الحقيقه، هل البدائل اللي حكومه جمهوريه مصر العربيه الحاليه بتحاول تعملها من تبطين الترع، من يعني تحليه مياه البحر، هل البدائل دي هتكون كافيه لاستخدامات الزراعه في مصر؟ اوكي، خلينا نتفق على شيء. بغض النظر عن مشكله سد النهضه، يعني في سد نهضة أو مفيش سد نهضة، إحنا كدولة مصرية بسبب تزايد التعداد السكاني وحدودية الكمية المياه المتوفرة لدينا اللي هي الحصة المصرية 55.5، فبشكل يعني عادي جدا إن إحنا لابد من حدوث إجراءات لزيادة الكمية المصرية، كمية المياه، سواء عن التبطين، سواء عن التحلية، سواء عن المعالجة الثلاثية. كل هذه الأمور المفروض أنها تتم بغض النظر عن وجود سد النهضة. ولكن لو أنت شلت من المعادلة التدفقات اللي هتجيلك أو اللي هتتمنع عنك بسبب سد النهضة وتقول لي هذه الإجراءات ممكن تكفي، لا مش هتكفي. يعني هي تكون كويسة في ظل وجود أو ضمان حصة 55.5. في 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 ظل انخفاض هذه الحصة والتي قد تنخفض بمقدار 50% على الأقل بعد تشغيل سد النهضة، وده أحد أسباب فشل المفاوضات مع مصر مؤخرا. لا، لو عملت تحلية، لو عملت معالجات، كل الكلام ده هتكون قطرة في محيط، لن تؤثر كثيرا، يعني زي ما بيقولوا، يعني مش هتكون ذات قيمة أو ذات مساهمة كبيرة لحل المشكلة الناتجة عن سد النهضة. نعم. فزي ما قلت هي تكون موجودة
مع وجود الحصه، في حاله غياب نسبه كبيره من الحصه اي حاجه بنعملها هتكون سنويه جدا جدا وليس لها اي تاثير. طيب في مواطن دلوقتي يا دكتور محمد بيسمعنا وبيتفرج علينا، يا جماعه شغالين بالكم بالزراعه والبتاع والفدادين والميه والامطار، طب انا كل قصتي في الحياه انا عايز اشرب، فاحنا عايزين نقول له هل بناء سد النهضه والملء وما يحدث ونقص المياه هل سيؤثر على حصه المواطن اللي عايز يشرب بس؟ اوكي، هنا في اجابتين. ايوه، الاجابه الاولى لو احنا ماشيين بنفس النهج اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي لا المواطن هيعطش. ايه ليه بقى؟ لان انت عندك الدوله المصريه بتستهلك حوالي من 30 ل 32 مليون متر مكعب يوميا للاستهلاك المنزلي. أيوة. اللي هو الكلام، ولكن الميه دي حتى لو توافرت في بحيره ناصر لا يمكن ان انت ترميها لوحدها كده في المجرى بتاع النيل وتقول لها روحي شربي الناس في مصر. دي لازم تتحط فوق مياه الري، فانت عندك حد ادنى من مياه الري لابد ان انت تصرفه على الاقل يوميا 100 مليون متر مكعب من بحيره ناصر. وفوق الميه دي تحط كام؟ تحط ال 30. يبقى التصرف النهائي على الاقل 130 مليون متر مكعب يوميا، 30 يروحهم للشعب المصري عشان يشرب و100 يروحوا للري. حتى لو انت عندك سده شتويه ومش محتاج ري لازم تصرف ال100 دي علشان توفر المياه. طب في حال عندك عجز كبير في مياه الري وانت مش قادر توفر ال100 مليون متر مكعب ولكن عندك ال30 في بحيره ناصر بتوع الشرب، أيوة. هتبعته ازاي للشعب المصري؟ هنا بقى في علامه استفهام كبيره. لذلك انا من زمن طويل جدا كنت بقترح على الدوله المصريه انها تبدا تعمل خط انابيب زي النهر العظيم اللي كان عمله القذافي، يبدا من بحيره ناصر من ما يسمى منسوب التخزين الميت اللي هو 147 من تحت التخزين الميت، وان هو يبقى الميه اللي بتوصل لمحطات المعالجه عشان الناس تشرب مش محتاجين ان احنا نحطها فوق ميه الري، احنا ممكن نوفرها لمحطات المعالجه مباشره من خلال خط انابيب بدل ما هو بيصرف المصاريف الكتيره في خط الانابيب اللي بيعمله عند الحمام والضبعه بلا اي معنى وهتجف زي ما حصل في الفرافره، لا انت ممكن كنت تنقل هذه الخطوط الانابيب الضخمه وتسحب ميه من بحيره السد العالي عند منسوب التخزين الميت وادنى من التخزين ده يعني 147 وتحت يعني. أيوة. لان هذا المخزون الميت سيتوافر سيظل موجود في بحيره ناصر سواء بنت اثيوبيا سد نهضه سواء بنت اثيوبيا اربع سدود فوق سد النهضه، لا انت هيبقى عندك ميه في التخزين الميت. لذلك انت ممكن تسحب من تخزين الميت بشكل يومي 30 مليون متر مكعب وتوصلهم للمحطات المعالجه عن طريق انابيب مغلقه زي النهر العظيم بتاع القذافي، وفي هذه الحاله انت ستوفر كوب المياه للمواطن المصري ولن يعطش. لذلك قد تواجه مصر مشكله في ري الزراعات وده شيء مؤكد مش هنجادل فيه، ولكن لضمان كوب مياه للمواطن المصري لابد من انشاء خط انابيب مشابه لنهر العظيم بتاع القذافي يربط ما بين بحيره ناصر عند منسوب التخزين الميت ويبدا يوصل لشمال الدلتا ويتفرع عند المحطات بحيث ان احنا لا نحتاج للجوء الى ان احنا نحمل مياه الشرب على مياه الري. ده حل لانقاذ الشعب المصري. نعم. وبذلك لن يعطش الشعب المصري، قد يجوع ولكن لن يعطش. نعم. طيب دكتور محمد معلش اسمح لي ان اعبر بطريقه غير علميه على موضوع علمي. سالني مواطن سؤال بسيط خالص وقال لي هو سد النهضه ده يعني ما بيتمليش، مش هو ده في النهايه زي مثلا الحوض اللي في الشقه او زي الحله مهما يصب فيه في النهاية في حد أقصى هيتملي بعديه، لما الحد الأقصى ده السد هيوصل له المياه هتجيلنا، فيمكن محتاجين نصبر سنة أو اتنين لغاية لما تصل المياه في هذا السد للحد الأقصى. الكلام ده له ردود علمية؟ ما لو الأمر بالبساطة دي ما كنا احتاجنا 10-12 سنة مفاوضات مع أثيوبيا علشان نتفق معها
قد ايه ميه هتطلعيها. لو احنا ضامنين ان الميه هتطلع بالبساطه دي، السد هيتملي ويطلع الميه كويس. طب احنا بقالنا 12 سنه بنتفاوض معاه على اي اساس؟ ده بنحب الرحلات الاثيوبيه وكده، ممكن تكون الحكومه بتحب الرحلات الاثيوبيه. لا لا، لو الامر اجباري، لا هو في 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 حاجات كتيره منها الاستخدامات يعني هو الهدف الاساسي اصلا لبناء سد النهضه هو حرمان مصر من حصتها. فلو كان الامر بالبساطه اللي بيسال بيها المواطن، ما كنا احتاجنا حتى ان احنا ندخل في مناوشات مع اثيوبيا او مفاوضات، لان احنا ضامنين ان الميه هتطلع بعد اكتمال السد. لو كان السد في حجم سد مروي في السودان انا اتفق معك في ذلك، اللي هو 12 مليار. انا اتفق، مش هيبقى كانش فيه مشكله خالص. ولكن السد اللي موجود دلوقتي في اثيوبيا هو سد تخزين في يعني بالدرجه الاولى قبل ان يكون سد توليد المياه. ثاني حاجه توليد الكهرباء. ثاني حاجة إن 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 السد النهضة لا يمكن أن يشتغل لوحده، لابد إن هو يشتغل من خلال منظومة زي السلالم كده. ففي ثلاث سدود أخرى لابد أن تبنى، وإلا سد النهضة ستتكون فيه سموها الترسبات وتعطله. لذلك لابد من الناحيه الهيدروليكيه، وهم اوريدي بداوا في ذلك، ان هم في ثلاث سدود اخرين يعني لابد ان هم ينشئوها. وسنه 19 ابي احمد راح، لما راح يستلم جائزه نوبل زار فرنسا وزار ايطاليا واخذ تمويلات كافيه من ايطاليا لانشاء السد القادم اللي هو اسمه سد كاردوبي، وهيشيل حوالي 40 مليار متر مكعب. فهم علشان سد النهضة يشتغل على مدار الخمسين سنة الجاية لابد من إنشاء ثلاث سدود آخرين خلف سد النهضة، بإجمالي تخزين كله للأربع سدود يشيل 202 مليار متر مكعب. فهم عشان كده هم رابدين يوصلوا مع مصر لأي اتفاقية تحدد يعني تحدد قد ايه ميه اثيوبيا هتطلعها في نهايه الامر. رافضين هذا الامر تماما، لان هم عندهم خطط مستقبليه في بناء سد، وهي مش مستقبليه، دي هم اوريدي بداوا يعملوا التصميمات بتاعتها من سنه 19، هو فقط منتظرين الاعلان عنها. هم واعتقد في المرحله اللي جايه بعد فشل تام للمفاوضات بتاعت سد النهضه هيطلعوا يقول لك والله احنا بدانا مع سد كاردوبي او سد مانديا، وطبعا الميه اللي هتيجي او الميه اللي هتوصل لسد النهضه هتكون اقل بكتير جدا من الميه المتوقعه او التخزين المتوقع على 74، لان معظم التخزين هيكون فوق في السدود القريبه او لناحيه اديس ابابا. لذلك سد النهضه هو السد الوحيد في العالم اللي فيه توربينات فوق وتوربينات تحت. ليه؟ في نهايه الامر اللي هيشتغل بشكل دايم هي التوربينات اللي تحت. التوربينات اللي فوق دي يعني موجوده بشكل مؤقت جدا لإظهار بأن السد سد ضخم، ولذلك يحتاج تخزين كبير جدا. ولكن في النهاية بعد استكمال السدود اللي فوق كاردوبي ومانديا ومابيلا، غالبا التوربينات اللي فوق لن تشتغل ولن يكون لها أي لازمة، ولكن اللي هيشتغل بشكل دائم هي التوربينات المنخفضة، وهيكون حجم المية في سد النهضة يكفي فقط لتشغيل التوربينات المنخفضة. لذلك السؤال بتاع المواطن اللي بيقول لك هيتملي، لا، سد النهضه قد يمتلئ السنه اللي جايه دي او السنه اللي احنا فيها 24 فقط لمره واحده، ولكن بعد كده السدود العلويه اللي فوق هي اللي هتتملي، ولن يتبقى في سد النهضه غير كميه ميه بسيطه جدا فقط لتشغيل التوربينات المنخفضه. وهذا هو السبب الحقيقي او الفني لعمل اثنين مناسيب للتوربينات وبينهم حاجه بتاع 30 متر. ففي المستقبل مش هيكون التوربينات كلها شغاله، ولن يكون في كميه مياه كبيره جدا في سد النهضه، لان معظم التخزين هيكون في السدود اللي فوق. وهذا هو احد الاسباب فشل المفاوضات مع اثيوبيا. نعم. لانها بتخطط لخصم كميه كبيره من المياه علشان تنفذ السدود المستقبليه. طيب احنا بنتكلم عن 202 مليار متر مكعب، يعني احنا بنتكلم عن سدود اخرى، وسيصبح سد النهضة هو نقطة مركزية لملء هذه السدود الاخرى، وسد النهضة سيتحول من سد رئيسي الى مجرد تشغيل التوربينات. عندما تحدثني يا دكتور محمد عن سد مروي في السودان وهو 12 مليار وسد النهضة 202 مليار، هذه الفجوة الكبيرة في عدد الامطار من المياه، الا تسبب وتجعل
الحكومة المصرية تلتفت إلى اقتراح زي اللي حضرتك قلته، أو إلى النخبة، أو إلى من يتحدثون بتخصص في هذا الملف قبل أن نذهب إلى أزمة ليس فيها رجعة؟ أوكي، أنا قلت سد مروي بيشيل 12 مليار، سد النهضة بيشيل 74، سد النهضة مع أخواته اللي فوق بيبقى 202. ولكن خليني أتكلم مع المواطن العادي. سد مروي بيمر من تحتيه ثلاث أنهار، المياه اللي جاية من النير الأزرق، المياه اللي جاية من النير الأبيض، المياه اللي جاية من نهر السباط، المياه اللي جاية من نهر عطبرة. أربع مصادر للمياه بتمر من تحت سد المروي، وفي الآخر كل الكمية اللي بيحجزها سد مروي 12 مليار. بينما سد النهضة لا يمر من تحته غير نهر واحد اللي هو النيل الأزرق، وبيخزن 74 مليار. تمام. تخيل بقى هنا الفرق قد ايه؟ طبعا فرق كبير. القول بان سد النهضه بالبساطه اللي اقترحها السيد المواطن بان هيتملي والميه هتنزل، لا، سد النهضه في الاساس هو تخزين وحجب المياه عند ولدي المصب والممر اللي هي مصر والسودان. لذلك الامر مش بالبساطه اللي افترضها، ولكن في 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 في, في, في امر اخر بخصوص الاقتراح اللي كلمت حضرتك عليه ده. فعلا يعني انا نفسي كمحمد حافظ مهاجر من سنوات طويله، انا نفسي يعني لو السيسي نفسه اللي انا ضد سياسته لو فتح باب التبرعات لانشاء خط مواسير أنابيب لربط بحيرة ناصر باللي سموها المحطات المعالجة، أنا أول واحد حتبرع لهذا المشروع، لأن هذا المشروع هو إكسير الحياة للدولة المصرية بعد المشاكل اللي ستنتج عن سد النهضة وأخواته. لابد من إنشاء نهر عظيم زي نهر القذافي عبارة عن أنابيب مغلقة تربط ما بين المخزون الميت للسد العالي أو بحيرة ناصر ومحطات المعالجة، على الأقل نقدر نوفر كوب المياه للمواطن المصري تحت أي ظروف وتحت أي عدد من السدود اللي ممكن تبنيها أثيوبيا أو جنوب السودان أو غيرها. فأتمنى طبعا، بس أنا راجل معارف فمحدش بيسمع كلامي. شكرا لك يا دكتور محمد، احنا بنسمع كلام حضرتك وبنستفيد منه جدا، وكثير من الملايين المصريين بيسمعوا كلام حضرتك وبيستفيدوا منه جدا، وكفاية حالة الوعي اللي حضرتك بنتها عند المواطن المصري بخطورة استخدام المياه اصلا وخطورة مشكلة المياه في مصر ويمكن حتى في حياة المصريين. شكرا جزيلا.